بدأت بشرارة من أطفال درعا وعمت البلاد كالطوفان، هتافات لم يعتد السوريون على ترديدها أمام النظام السوري الأكثر وحشية في المنطقة. ثورة اجتاحت البلاد، وكان الرد قتل، تدمير، تهجير، تدخل أجنبي، والطريق لا زال مستمرا. سوريا عقد على الثورة. قبل الخوض في التفاصيل، لابد أن نعود معكم لسنوات طويلة سبقت الانتفاضة الكبرى للسوريين لنضع النقاط على الحروف. عام 1946 باتت سوريا جمهورية مستقلة بعد سنوات من الاحتلال الفرنسي لها، لكن الاستقلال لم يحمل معه الاستقرار، عامان فقط، وشهدت البلاد انقلابا عسكريا، واستمرت الانقلابات طويلا حتى ثار الشعب السوري عام 1954 على حكم العسكر وأجبره على نقل السلطة لحكومة مدنية. اتحاد مع مصر بعدها لم يدم طويلا، ومن ثم جاءت حكومة البعث إلى السلطة. 8 سنوات من التوترات بقيادة البعث حتى أنهاها حافظ الأسد بانقلاب هو الأكبر تحت مسمى الحركة التصحيحية ليسيطر على السلطة بالكامل عام 1971، ما يقرب 30 عاما في الحكم، حتى أعلن عن وفاته عام 2000. ووفق تعديل دستوري سريع وضع ابنه بشار على رأس السلطة، وفي الوقت الذي كان ينظر له السوريون على أنه الأمل كونه شاب صغير، اتضح الوجه الحقيقي للأسد الابن سريعا. وحينها انطلق ربيع دمشق في يوليو عام 2000، وتخللته مناقشات اجتماعية وسياسية. اعتقدت المعارضة حينها أنها ستحصل على ما تريد، لكن النظام السوري قضى عليها في أغسطس من عام 2001 باعتقال عشرات النشطاء والمعارضين للحكم، لتعود سوريا لأقبية الاعتقال والتعذيب. ثورة لكل السوريين. بينما كانت الثورات تجتاح العالم العربي معلنة عن ربيع جديد سيعم المنطقة، كان السوريون يخفضون أصواتهم خوفا من أجهزة الأمن لدى النظام السوري. إلا قلة من الأطفال في درعا قرروا أن يكونوا شرارة الثورة. فمع أوائل عام 2011 تجرأ 15 طفلا على كتابة جمل تعارض حكم عائلة الأسد، وهو الأمر الذي لم يجرؤ عليه أحد من قبل. إجاك الدور يا دكتور، جملة أغضبت أجهزة النظام التي اعتقلت الأطفال وبطشت بهم تعذيبا وتنكيلا لتعيدهم جثثا هامدة إلى منازلهم. ومن هنا انطلقت صيحة الغضب. المئات في درعا يواجهون جبروت النظام، صيحات متظاهرين تتعالى حرية حرية. وفي الموعد كان جميع السوريين مستعدين. 18 من آذار عام 2011، جمعة الكرامة لاستعادة كرامة السوريين المسلوبة. تصاعدت الاحتجاجات، ومعها تصاعدت حدة عنف النظام الحاكم. أسقطت تماثيل الأسد الأب والابن، ودخلت الثورة البلاد دون عودة. هنا دعونا نتوقف لدقيقة ولا نكمل السرد، لنروي لكم أبرز فصول الثورة وتحولاتها. السلاح بمواجهة النظام. لعل أبرز ما يذكر في فصول الثورة السورية هي تحولها من السلمية إلى العسكرية.
فعقب أشهر من الاحتجاج ومع استمرار النظام بعنفه ضد المدنيين عبر الاعتقالات ومواجهة التظاهرات بالرصاص الحي وحتى محاصرة المدن الثائرة وقصفها بالمدفعية، ما دفع ضباطا وجهودا كثر في جيش النظام السوري للانشقاق. ففي يونيو من عام 2011 ظهر المقدم حسين الهرموش في فيديو مصور ليعلن انشقاقه عن جيش النظام وتأسيس حركة الضباط الأحرار. وفي يوليو من ذات العام أعلن رياض الأسعد تشكيل الجيش السوري الحر، تشكيل لم يخض أي معركة فعلية حتى سبتمبر عام 2011 عندما اندلعت معركة الرستن وتلبيسه بينه وبين جيش النظام، وساند الثاني حينها حزب الله اللبناني الذي ارتكب أبشع المجازر ليبقى في الأراضي السورية داعما للنظام حتى اليوم. تصاعدت المواجهات أكثر وانتشر أكثر الجيش الحر في مختلف المناطق السورية. مع أواخر عام 2012 دخلت الثورة السورية المرحلة الثالثة وهي السيطرة الفعلية، حيث تمكنت فصائل الجيش الحر من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد. وفي ذات الوقت تفنن النظام بارتكاب مجازره بحق السوريين التي كانت أبشعها مجزرة الحولة في 25 من مايو عام 2012، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص ذبحا بالسكاكين بتوقيع الميليشيات الإيرانية التي جاءت لدعم النظام السوري، ما دفع الجيش الحر للتمدد أكثر لحماية المدنيين، وانتهى به الأمر محاصرا قوة النظام السوري في مراكز المدن حتى جاء طوق النجاة للأسد تحت مسمى الفصائل الجهادية. ففي أوائل عام 2013 دخل تنظيم الدولة للأراضي السورية وسبقه إليها تنظيم جبهة النصرة، لكن الأول كان يريد بناء دولته المنشودة على عكس الثاني صاحب الإمارة ليدخل في مواجهات عنيفة مع فصائل المعارضة في أوائل عام 2014، انتهت بسيطرته على العديد من المناطق كان أبرزها مدينة الرقة السورية التي تعتبر أول محافظة محررة بالكامل من النظام السوري، ثم تمدد أكثر شرقي حلب، ومن ثم اتجه لدير الزور ليسيطر على مناطق المعارضة فيها. وبينما كان التنظيم المتشدد يتمدد شرقا، كان النظام السوري يهاجم فصائل المعارضة في بقية المناطق لتدخل الثورة مرحلة جديدة أشبه بالانحدار نحو الهاوية. فإليك أبرز أحداثها. ثورة التدخلات. مع تمدد تنظيم داعش في سوريا وانتشار عدد من الجماعات الجهادية والمتشددة وغيرها، تدخلت الولايات المتحدة لأول مرة بشكل فعلي على الأراضي السورية بإطلاقها التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي بدأ بتنفيذ ضربات جوية ضد التنظيم في أواسط عام 2014. في ذات الوقت استمر تمركز فصائل المعارضة شمال وجنوب البلاد، وفي مارس من عام 2015 حققت المعارضة السورية نصراً جديداً على النظام السوري بسيطرتها على محافظة إدلب شمال سوريا بعد معارك عنيفة استمرت لأيام. وبينما كان النظام يفقد بوصلته في محيط دمشق والشمال، وصل الدعم الروسي له في 30 من سبتمبر عام 2015 بإعلان روسيا تدخلها دعما للنظام. سبقتها إيران بدعم لا محدود من العناصر والسلاح حتى باتت المدن السورية تعم فيها اللطميات والندب. دعم روسيا دفع النظام لمهاجمة مدينة حلب وتمكن من السيطرة على عدة مناطق. تركيا من الجانب الآخر لحقت بركب المتدخلين، حيث دخلت الأراضي السورية في أغسطس من عام 2016 ضمن عملية درع الفرات
التي سيطرت من خلالها على مناطق واسعة شرق حلب. تلاها سقوط أحياء حلب الشرقية بيد النظام السوري بعد حصار مطبق عليها في ديسمبر عام 2016. وفي الرابع من أبريل عام 2017 كان العالم شاهداً على مجزرة كيماوية نفذها النظام السوري بمدينة خان شيخون بإدلب، والتي ردت عليها الولايات المتحدة بقصف مطار الشعيرات العسكري، ليكون أول هجوم ضد النظام السوري من قبل واشنطن. سنون تمر ومعارك تتكرر. تمددت تركيا من جديد في الشمال، ونجح النظام السوري بأكل مناطق المعارضة على دفعات، إما عبر التسويات أو التهجير القسري، وتكراره هجماته الكيماوية على دوما بريف دمشق لينجح باستعادة مناطق واسعة من البلاد، إما قتلاً وتدميراً أو تهجيراً قسرياً، لتبقى المعارضة السورية تتحصن في آخر المناطق شمال سوريا في محافظتي إدلب وحلب. مع استمرار الهدن والتوافقات بين الضامنين التركي والروسي، ومع طرد تنظيم داعش من سوريا، تمددت قسد شرقاً لتدخل السباق على السيطرة الفعلية، ولتتحول الخارطة من الأخضر عام 2013 إلى الأصفر والأخضر والأحمر عام 2021. تنهي الثورة السورية اليوم عامها العاشر بجراح كبيرة وآمال أكبر، ورغم المعاناة والتهجير والعدد الذي لا يحصى من القتلى والمعتقلين، يبقى السوريون للعام العاشر متعلقين بأمل انتصار ثورتهم التي بدأت بكتابات أطفال وتحولت إلى فريسة تتقاتل عليها الدول، فيما تبقى أهازيجها الأولى حاضرة للأبد في نفوس الصغار والكبار، لتعلن عن ثورة متجددة لن تتوقف.